صباح الخير البنات، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم كلكم تكونوا بخير. ما شاء الله بغيت نبدا معكم فيديو من الصباح. غادي نفطروا باش نخرجوا نهبطوا للبحر. ماما غنديروا غير فطور خفيف. خدينا الريب، ياسين خدا بنان وانا خديت حامض. كاين هاد الكونفليكس موسلي فيه كاع لي فروي، ولكن الكيسان كنبغيش نستعملوه، شرينا غير هاد لي كوبلي. ما مديوش على الزليف، صراحه كيجي مع الريب زوين، كان كيعجبني احسن من الحليب. ما في شي ساهل. نخليكم معنا، دوزوا معنا النهار كامل ان شاء الله. المهم بعد ما فطرنا سالينا، بغينا نهبطوا دابا للبحر. بغيت غير نشارك معكم هاد البيسات ديال البحر ديال الوليدات، صراحه نفعت ولدي بزاف، ما حسش بالبرد. واخا البارح كان شويه محرك البرد، ولكن ما حسش به صراحه، كتحميهم حتى من الشمس. كندير ليه هاد ليكرون تاعي، هي زوينه. وراه كي شريتها من ديكاتلون، واش خديناها ما غاليش بزاف، 170. وانا انا شريت هادو، انا بحق هادو شارياهم شي 3 سنين صراحه، باغا نبدلهم مندوزو بهم غير هاد العام. هذا الشورت ديالو، ايوا هادي هي اكثر حاجه بغيت نشارك معاكم، خصوصا كتحمي من الشمس 50%. ايوا نتلاقاو ان شاء الله في البحر. نسيت ما شاركتش معكم، بغيت نشارك معكم غير الكاميرا. جايبينهم في بيم، الله شراها ياسين خرج جابها، كتصور حتى حل حليم. المهم درنا الكاميرا كتشارجا، كتصور حتى تحلما. منتها بزاف ديال الطبق هادي ديال باش كتخشيها باش تحت الماء تصوري ما تبزكش في الكاميرا. المهم اليوم غنجربوها ان شاء الله، باش ما كنرد عليكم اللي بغى يشريها. تلاقاو في البحر. المهم بعد ما فطرنا وسالينا لبسنا حوايجنا وهبطنا، بغيت نصور لكم الهبطه. صراحه الوليديه غزاله ونقيه، اكثر حاجه كتعجبني فيها هي النقاء، صراحه كترتاحي فيها. المهم خليكم معنا، دوزوا معنا النهار وانا هابطه وكنصور لكم باش تشوفوا المناظر الرائعه. المهم هنا بعد ما وصلنا، كيف كتشوفوا تبارك الله البحر شحال نقي. هنا في الصباح البحر مني كيطلع، شوف كيولي هنا بحال الواد. وفي العشيه ديك التمنيه هاد الشيء كله ما كيبقاش، البحر كله تيرجع، هنا كتولي غير رمله. مني كيطلع كتولي بحال الجزيره كتشوفوا فيها. هنا عندنا الناس كيقطعوا ليها في الباطو، تقريبا الباطو داير ديك 100 درهم باش كيقطعوا حتى العشيه وتيرجعوا. وكاينه ثاني واحد بحال الجزيره كاينه، كيمشيو لها الناس في الباطو، هي بعيده شويه. كاين صراحه نقي وغزال، ولكن بارد، البروديه ما نعاودش ليكم. ولكن كتدخلوا البحر شويه، خاصكم واحد شويه باش تولفوا، صافي ما كتبقوش قادرين تخرجوا بصعوبه باش كتدخلوا وتخرجوا ما كتسخاوش. المهم هنا بعد ما هبطنا للبحر، البحر الطريق ديالو طويله، كتهبطي كاين بزاف بلاصات من تقدري تهبطي. هبطنا اليوم من هادي، صراحه الجو ماشي سخون بزاف،
غير شويه كيف كتشوفوا الدنيا ما عامراش. المهم هنا كي وصلنا ايضا هبط تجري للبحر، صراحه عزيز عليه بزاف وخا الما بارد ولكن هبط. دابا غادي نعومو ونبسو شويه في البحر. مهم بعد ما سالنا العمان صراحه جانا الجوع، شمينا ريحه الطاجين قلنا ضروري خصنا ناكلو طاجين دكري، ولكن الصراحه ما طلعش زوين، مذاق ماشي هو هذاك ولكن حيد لينا الجوع. دابا نتغداو نهبطو عاودو ثاني نهبطو للبحر. المهم بعد ما تغدينا وسالينا هبطنا البحر من جهه اخرى. صراحة حتى هي بلاصة زوينة، بالضروري خصني نصور عليكم. هاد البلاصة كيجلسو فيها الناس غير لما باغين شي عومو، باغين يجلسو غير تكونسونطرا ويرتاحو من الصداع، لحقاش ما فيهاش متر ناجورة كتكون غارقة فيها الصخر. هنا غير كيجلسوا صافي، ولكن حداها فين كيعوموا الناس كتزيدي غير شوية كتلقاي هاي هنا، كتزيدي غير شوية كتلقاي هنا فين كيعوموا الناس. هنا صورت لكم من الفوق، شوفوا البحر الموج منين تيدخلوا باش تيجي بهذا الحيوان. Yeah.
هنا كيف كتشوفوا البحر بدا كيرحل هنا البحر بدا كيرجع، شفتوا صافي الناس تا هما راجعين في الباطوات غاديين يمشيو في حالهم، صافي حنا غادي نمشي، ولدي راه ما سخاش ما بغاش يمشي. المهم دابا غادي نطلعوا ندوشوا نرتاحوا شويه ونتلاقاو ان شاء الله في الليل، ضروري ما نصور لكم الاجواء بالليل حتى هي كتكون غزاله. المهم هاي الاجواء في الليل كتكون غزاله صراحه، كيف كتشوفوا البحر كيرجع كتولي تقدر تمشي غير على رجليك صراحه، من كثر ما هي زوينه شويه ممله غير شويه لان كتحسي بالملل، لان بالنهار كيكون البحر بالليل ما كتلقاي والو، كان غير لي كافي لي ريستورون هما اللي حالين، ما كتلقيش فين تمشاي فين دوري، ولكن اللي كيبغي راحه البال هنا يلقاها. المهم بعد ما جينا نتعشاو صراحه خديت لولدي بيتزا، غتشوفوني عاود خديت تاكوس، لا صراحه تاكوس ديالهم غزال وفيه الصوص، راجلي قالك ضروري بغى يجربو، قلت ليه نعاودو نجربو انا وياك. المهم هذا هو عشانا، بغيت نقول لكم السلام عليكم، الفيديو الجاي ان شاء الله ما تنساونيش بالتعليق ديالكم الزوينين بتفعيل الجرس وبلايك، ما تنساونيش بلي كومونتير ديالكم، باي باي.